السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي. دائما في هذه الفيديو السؤال اللي كنحاول نقدم لكم فيهم إن شاء الله بعدة معلومات إلا غادي ديروا مشروع ديالكم، لأن بزاف ديال الناس عندهم إمكانيات، عندهم بغاو يديروا المشاريع ديالهم، يعني كيبداو كيمشي بواحد السرعة كبيرة، الانطلاقة كبيرة باش يصوب هاد لاباتيسري، وكيكون زربان وكيكون خصو غير هو بغا لاباتيسري غادي غير يحطها ويهز الريدوات وغادي يخدم وغادي يدخل المناين وغادي يخلف داك الماتيريال ويخلف ديك السلعة ويخلف داك ياسميتو. ما كايناش هادي ما كايناش. اي بروجي في لاباتيسري او في السناك او في محلبة او في هاد المشاريع اللي هما خاصين بالاكل، دائما كيبغي واحد النفس طويل، واحد الصبر، واحد سميتو يكون عندك المجهود، يكون عندك امكانيات باش تريزيستي، لان في الاول راه ما غاديش تدخل وتربح مزيان. هذه راه ما كايناش جامي ما كايناش، لان ما يمكنش لينا ندخلوا لواحد الهرفه وتخدم لينا دقه واحده. غتقول لي غندير الافتتاح، غندير الافتتاح، غادي يجيو عندك الناس الافتتاح. 90% ديال الناس اللي جاوا الافتتاح جاوا باش يديروا يشوفوا اشنو حطيتي، اشنو درتي، المحل كي داير، هادي اللي دا، هاد الشيء اللي جابهم، ماشي جابهم انهم. امتى غادي تشدهم؟ امتى غادي يكونوا ديالك؟ ملي كيشوفوا لا كاليتي ديالك زوينه والثمنات ديالك زوينين. كنقول لا كاليتي زوينه والثمنات زوينين، لان ماشي غير لا كاليتي تكون زوينه والثمن يكون عالي. اغلبيه الناس كيمشيو للاشياء رخيصه شويه وناقصه شويه، ربما ما ناقصه في لاكاليتي مي رخيصه. غادي يجي عندك يدي عندك حبه ديال الكرواسون في المثال ب 10 دراهم، غادي يجيب ثلاثه ديال الحبات ديال الكرواسون ب 10 دراهم. هذه راه مهمه، خصنا نعرفوا نشدوا العصا من الوسط. الا غنديروا لاكاليتي غادي نديروا لاكاليتي، وخصنا نكونوا في موقع مزيان، وخصنا نستهدفوا الفئه الناس اللي هما عندهم فليسات. وهاد الفئه اللي الناس اللي عندهم فليسات راه ما يمكنش لك تشدهم. غادي يجيو عندك، يقدر يجيو عندك، يقدر ما يجيوش عندك، يقدر يجيو عندك اليوم جو غدا بعد غدا السيمانه الجايه الشهر الجاي ومن بعد يمشيو لبلاصه اخرى، وهكذا وهكذا وهكذا. الانسان كنشدو الناس ملي كنحلو لاباتيسي، باش كنشدو الناس كنشدوهم بعدا اولا السيرفيس يكون زوين، البنات اللي عندنا في المكازا يكونوا ضحكات وكيستربيو الناس بأداب وباحترام، وكيكون واحد النوع من الاحترام، وكيكون الثمنات، وكيكون النقاوة. كنشوفوا الفيترينة، ملي كنشوف الفيترينة كتبان ليا نقية وكتبان ليا زوينة، وكنشوف السلعة اللي محطوطة زوينة والثمنات ماشي. شوف نقدر نعمل لي ترونش، نعمل دي ترونش ديال 5 دراهم، نقدر ندير لي ترونش ديال 4 دراهم، ندير لي ترونش ديال 10 دراهم، لي ترونش ديال 20 درهم. لا كاليتيات، هادو كاليتيات. ديال غتقول لي ديال 20 درهم ما شافهاش 20 درهم، وهادي 5 درهم، وهادي اسميتو، غادي يقول لا كاليتي. داكشي اللي دخل هذيك ديال 20 درهم ما دخلش ديك ديال 5 درهم. ديك ديال 5 درهم تقامت عليا بواحد الثمن بسيط ودرنا ليها 5 درهم. ديك ديال 20 درهم تقامت عليا بواحد الثمن غالي، ما غاديش ندير لها 10 درهم، ما غاديش ناخذ من راس المال ديالي ونبيع بالخساره. خصني نبيع ونربح، وخصو يشيط لي رزقي باش نتقدى السلعه، لان السلعه راه غادي تجي في الاول. السلعه يومين ثلاث ايام غادي تبدا تكمل السلعه. عطي جيب لينا السلعه، جيب لينا الشوكولاته، جيب لينا الكريم، جيب لينا هادي، جيب لينا هادي، جيب لينا هادي، وهاد داكشي اللي جبتي وداكشي باش درتي الافتتاح وداكشي باش فتحتي المحل ديالك. الا ما دخلش كفلوس ودخل كارباح ودخلوا فيه الارباح ديالو وصورنا منه رزقنا، ما غاديش نكونوا درنا شي حاجه، يعني غادي نكونوا خسرنا فليسات وخسرنا سميتو ومشى كلشي. هنا راس المال كيبدا من هنا، يعني باش ريزيستي غادي تاخذ منه. ويني واش غتبقى دائما هذاك الشيء اللي عندك باش تريزيستي تاخذ منه؟ غتاخذ منه في الاول واحد الشهر كاع، نديرو كاع الا تكفسات القضيه شهر، اكثر من شهر راه خطير. راه غادي تاخذ منه تكمل داك. عندي في المثال حطيت واحد 10 مليون ولا 12 مليون
باش نبدا لا باتيسري ديالي، باش نريزيستي، باش نبدا نجيب السلعه، باش نبدا نخلص الخدام، باش نخلص الضوء، باش نخلص الماء، باش نخلص هادي. نورمالمون ما غاديش تبقى ما تخلصش الماء، ما غاديش تبقى ما تخلصش الضوء، ما غاديش تقول للخدام تسناني حتى ندير مارش. ابدا كانوا الخدامه بكري ديال لا باتيسري كتقول لي الله يخليك حنا دروكا غادي نبداو لا باتيسري ديالنا، صبروا معنا شويه. كايصبروا معاك فعلا، كتعطيهم غير نهار السبت كتعطي غير 100 درهم ولا 200 درهم كيشدها عندك تكفيه السيمانه ديالو، كيصبر وكيمشي معاك. ملي كتكون روجتي وتكون عندك سميتو كتجي كتجيب المذكره ديال الورقه ديالو، كتجيب شحال فيه تساب، كفرد ليه الفليسات ديالو، كتعطيه الفليسات ديالو، هكا كتمشي القضيه. اما باش يصبر معاك يسمح ليك ولا مشروع ماشي ديالو، ما غاديش تقسم معاه انت الارباح. ولكن نقلبوا الايه، انت كتدخل الفلوس كتقسم معاه، غادي تعطيه داكشي اللي درتي معاه. الا قال لك لا زيدني شويه لا، غتقول له لا سيدي ما نزيدكش، ما عندي ما نزيد. وكذلك هو قلب دائما الايه، دائما داكشي اللي تبغيه الاخر سيدي على راسك هو الاول، وشوف واش يسلكك. ما يسلككش ما تبغيش تفرضوا على الناس ولا تطبقوا على الناس. لا باتيسري كتبغي تكون باترون معتدل، يكون عندك دماغ كتسير به المحل ديالك باش ما تخسرش السلعه، ما تضيعش لك السلعه، والخدمه ديالك تكون تراقبهم، والمسائل ديالك تمشاو على واحد ميزان مضبوط. لان اشنا هي الحرفه ديال لا باتيسري؟ الحرفه ديال لا باتيسري خصني ننتج، نبيع، نخلص الخدام ديالي، نخلص الضو ديالي والماء ديالي، ويشط لي الخير. هادشي اللي عندي بحال هادشي راه مزيان، راه غادي في طريق مقاده. والبيع والشراء كيجي باش بالادب، تكون المغازا الاستقبال في المغازا ديالك يكون الاستقبال زوين، كيستقبلوا هذوك لي فوندوز اللي عندنا تماك، والدراري اللي عندنا تماك يكونوا يستقبلوا الناس بادب واحترام، ماشي بالنفخه، ماشي لا ما نخسرش الهضره ابدا. ما نقبلش لاي واحد خدام عندي يخسر الهضره لاي كليان، سواء كان كليان قوي عنده فلوس عنده الجاه عنده هادي، ولا كليان عنده غير كيجي غير ياخذ غير بياسه، لان هذا ياخذ بياسه، هذا ياخذ 10، هذا ياخذ وحده، هذا الا دازو عندك 20 واحد خذوا بياسه وحده، راه كليان هذوك الشريف، راه 20 بياس باتي. ما غاديش نقول لك 20 بياس شي حاجه كبيره، شي حاجه صغيره. واني واش هذه الحاجه الصغيره نضحي بها انا لانهم ضعفاء، لانهم غادي ياخذوا بياسه، لانهم غادي لا سين، يكون عندي داك الناس الضعيف والناس الضعفاء، يكون عندي الناس اللي عندهم، يكون عندي الناس اللي لاباس عليهم، الناس اللي كيجيو يتقضاو 400 درهم 300 درهم 500 درهم لواحد، ماشي بحال اللي غادي يجيب معاه 50 درهم ويبغي يدي منها الخبز ويدي منها شويه الكرواسه ولا شويه الكيك ولا شويه، ماشي بحال. المعامله خصها تكون مزيانه ان شاء الله. نتمنى منكم جاوبوني تحت هذه الفيديوهات الا عجبكم هذا الشكل ديال الفيديوهات اللي غادي نقدم لكم فيه نصائح واسرار ديال الباتيسري، قولوها لي تحت الفيديو ان شاء الله، ونحاول نعطيكم من هذه الشكالات ديال الفيديوهات باذن الله عدد كبير باذن الله. ونتمنى لكم كل التوفيق، والى اللقاء في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله.